بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجامع باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فسمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم.